بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا لهذا اليوم المنطق. بداية لابد أن نعرف أن العبارة هي جملة خبرية لها حالتان فقط، إما أن تكون صائبة أو خاطئة ولا تحتمل أي حالة أخرى. وصواب العبارة يسمى true، وخطأها false، وهذه تسمى قيم الصواب لها، ويرمز للعبارة B و Q. سوف نتعرف اليوم على جداول الصواب وتحديد قيم الصواب لعبارات مركبة بينها الرابط و والرابط أو. نبدأ في أول مثال. تحقق من فهمك واحد. العبارة B تقول أن الشكل مثلث، شكل هذا، والعبارة Q أن في الشكل ضلعان متطابقان، والعبارة R تقول أن جميع زوايا الشكل حادة. دعينا بداية نحدد قيم الصواب. هل الشكل مثلث؟ نعم، العبارة صحيحة. في الشكل ضلعان متطابقان؟ نعم، في الشكل ضلعان متطابقان، هذا ضلع وهذا ضلع. العبارة الثالثة، جميع زوايا المشكل حادة، خطأ. الشكل يوجد فيه زاوية واحدة قائمة. بداية الرابط و هو عبارة عن رابط مكون من هو عبارة عن عبارة مركبة بينها عبارة وصل. عبارة الوصل صائبة في حالة واحدة فقط، حينما تكون الجملة B صائبة والجملة Q خاطئة، أما في جميع الحالات الأخرى تكون خاطئة. العبارة B و Q تقول أن في الشكل ثلاثة، في الشكل الذي أمامنا مثلث، وفيه ثلاثة في ضلعان متطابقان. إذن دعينا نقول في الشكل، أو دعينا نقول الشكل مثلث، وفي ضلعان متطابقان. بما أن العبارة الأولى صائبة والثانية صائبة، فالعبارة بشكل عام صائبة، العبارة المركبة صائبة، العبارة المركبة B و Q صائبة. دعينا نرى في السؤال 1B، ليس B وليس Q. ليس B يعني ليس الشكل مثلث وليس جميع زواياه حادة. إذن ليس الشكل مثلث، إذن هي يعني نقول أن الشكل ليس مثلث، الشكل ليس مثلث وليس جميع زوايا حادة. العبارة الأولى خاطئة والعبارة الثانية صائبة، إذن الجملة المركبة ليس نفي البي ونفي الكيو، إذن خاطئة، لأن واحدة صائبة واحدة خاطئة. دعينا نحل سؤال 2B 2A. تحقق من فهمك. استعمل العبارات المجاورة B و R Q لكتابة عبارة الفصل أو. نبدأ، يناير من أشهر فصل الربيع، Q عدد أشهر يناير 30 يوما فقط، R يناير هو من أشهر السنة الميلادية. نبدأ نعطي قيم الصواب. عدد الأيام يناير صحيح 30 يوما، True. يناير هو من فصل الربيع، خطأ، ليست صائبة. يناير هو أول شهر أو أول أشهر السنة الميلادية، خاطئة. لا هذه صائبة. طيب دعينا نقول R أو Q. إذن نقول يناير هو أول شهر في السنة الميلادية، أو يناير من أشهر فصل الربيع،
إذن العبارة المركبة صائبة لأن واحدة منها خاطئة وواحدة صائبة. طيب سوف تعرف الآن إلى جداول الصواب. لاحظي العبارة ب جدول صوابها true or false، نفي العبارة يكون false true. عبارة الوصل سوف يكون جدول الصواب لها صائب صائب خاطئ خاطئ للبي، وصائب خاطئ صائب خاطئ للكيو. الرابط و جميع العبارات خاطئة ما عدا حالة واحدة فقط، حينما تكون الأولى صائبة والثانية صائبة. الجملة الأولى بي صائبة والجملة الثانية كيو خاطئة. عبارة الفصل صائب صائب خاطئ خاطئ، صائب خاطئ صائب خاطئ، تكون صائبة في جميع الحالات ما عدا في الحالة التي يكون فيها العبارة الأولى خاطئة والثانية خاطئة. سؤال ثلاثة، أنشئ جدول الصواب لنفي البي ونفي الكيو. بداية دعينا بي كيو نفي البي ونفي الكيو. هو طالب نفي البي ونفي الكيو. سوف نبدأ الآن بكتابة الجدول. صائب صائب خاطئ خاطئ، صائب خاطئ صائب خاطئ، نفي البي خاطئ خاطئ صائب صائب، ونفي الكيو خاطئ صائب خاطئ صائب. الرابط و يشترط على صحة الاثنتين معا، ونحن سوف نطابق بين هذا الجدول وهذا الجدول. خاطئ خاطئ إذن هو خاطئ، خاطئ صائب إذن هو خاطئ، صائب خاطئ إذن هو خاطئ، صائب صائب إذن هو صائب. في حالة واحدة فقط هي عبارة كون الأولى صائبة والثانية صائبة. نبدأ في أشكال فن. أشكال فن هي عبارة عن مربع يحتوي على مجموعة من الدوائر، ونستطيع أن نوجد رتبة الدوائر الموجودة من خلال قاعدة 2 أس N. نبدأ الآن في حل السؤال المجاور. يبين شكل فن المجاور عدد الطلاب الصف الأول ثانوي الذين نجحوا والذين لم ينجحوا في اختبار الرياضيات أو الكيمياء. ما عدد الطلاب الذين نجحوا في اختبار الرياضيات ولم ينجحوا في اختبار الكيمياء؟ العدد 4 خاص بالرياضيات فقط، والعدد 3 خاص بالكيمياء فقط. هنا في منطقة التقاطع يكون فيه عدد الطلاب الذين نجحوا في الرياضيات والكيمياء معا، أما العدد 2 هم الطلاب الذين لم ينجحوا في أي مادة. ما عدد الطلاب الذين نجحوا في اختبار الرياضيات ولم ينجحوا في اختبار الكيمياء؟ إذن هم عددهم 4 طلاب. سؤال ب، ما عدد الطلاب الذين نجحوا في اختبار الرياضيات والكيمياء معا؟ إذن هم 46 طالبا. سي، ما عدد الطلاب الذين لم ينجحوا في أي من الاختبارين؟ طالبين، لأن هذا العدد لا ينتمي لا للكيمياء ولا الرياضة. ما عدد الطلاب الصف الأول ثانوي هم عددهم هو عبارة عن جمع الأعداد التي أمامنا، 4 زائدا 46 زائدا 3 زائدا 2، 55 طالبا. واضح؟ نبدأ الآن في حل بعض الأسئلة. دعينا نكمل جدول الصواب. سؤال 7، أعطاني جدول الصواب كامل. نفي الكيو هو عبارة عن false true false true. طالب الأو رابط أو يريد البي مع نفي الكيو. صائب خاطئ رابط أو يعطيني صائب، صائب صائب يعطيني صائب، خاطئ خاطئ يعطيني خاطئ، وخاطئ صائب يعطيني صائب. إذن هي خاطئة في حالة واحدة فقط، حينما يكون الأول خاطئ والثاني خاطئ. استعملي شكل فن المجاور الذي يمثل عدد الطلاب الذين يدرسون اللغتين الفرنسية والإيطالية في معهد اللغات. ما عدد الطلاب الذين يدرسون الإيطالية فقط؟ هنا هم 8 طلاب. عدد الطلاب الذين يدرسون الإيطالية والفرنسية معا، نقطة التقاطع 3 طلاب. ماذا يمثل العدد 11 في الشكل؟ إذن 11 يمثل عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة الفرنسية. تو
أتوقف هنا صغيراتي، ونلتقي إن شاء الله في درس جديد. إلى اللقاء.